السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الكيكه بالبنان، سهله غير كتوجد يعني كيف العاده. كما ولفتكم الوصفات البسيطه، هنا كما كتشوفوا عندي 200 غرام من مسحوق السكر سنيده، عندي 75 غرام من الزبده المذابه، عندي جوج بيضات، كاس ديال فاني، ياغورت فاني بنكهة الفانيلا، عندي واحد شويه ديال الفاني او ساشي ديال الفاني بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الساشي، عندي جوج بنانات، 250 غرام ديال الدقيق مغربل، وجوج اكياس الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام او 7 غرام اللي عندكم، انا عندي ديال 8، ومن طبيعه الحال عندي 75 غرام من الكوكو. هذا الشيء في المرحله الاولى التزيين، ان شاء الله ملي غادي نزينها غادي نستعرض معكم المقادير ديال التزيين. كناخذوا الخلاط او واحد لوبول، كنديروا فيه جوج البيضات، زيت السكر، كنطرب هذا الخليط يعني بالطرب الكهربائي، انا بغيت نديرو غير هذا يعني كافي، اللي عنده غير هذا يستعمل غير هذا. غادي نطرب ونرجع معكم ان شاء الله. كنزيد الزبده، يعني 75 غرام ديال الزبده مذابه، كنطربها شويه، كنزيد الفاني، قطعة راس من الفاني، غادي نزيد ياغورت الفاني حتى هو، كنخلص هذا الشيء. كنهز واحد الاناء او الدبسي، هاد البنانات سنحاول ما امكن نمعشهم، اولا بالفرشات عاد باش نديرهم باش يتخلطوا لينا مزيان، كنزيدهم على هذا الخليط اللي عندي، كنخلط
البكتيريا هو تخلط. غادي نزيد، غادي نشو انا نخلط واحد تقريبا 4 معالق ولا 5 من الدقيق اللي عندي مع الكوك، وغادي نضيفهم شويه بشويه. يعني انتما كتشوفوا يعني خلطت واحد النسبه، وغادي نضيفهم. يعني الدقيق غادي نشوف شحال يكفاني، معليش نورمالمون هي 200 غرام، ولكن ما عرفتش واش غادي يعني تكفاني ولا غادي تشد ليا. هذا غادي نبدا نزيد شويه بشويه، وغادي نزيد الخميره من طبيعه الحال، وغادي نخلط. نستمر في الخفق، ما غاديش نحبس، وغادي نرجع معكم ان شاء الله ملي نكمل. ها هو الخليط وجد. بالنسبه للدقيق تقريبا هزات لي واحد 180 غرام، ما كملتش 200 غرام، بقالي منها واحد شويه. غادي كيف العاده غادي نهز واحد المول اللي دهنته بالزبده، شوفوا كتشوفوا القوام ديالو. ها هو وغادي ندخلها للفران، يعني على درجه حراره 140 لمده 40 دقيقه تقريبا حسب الفران. بالنسبه ليا انايا الفران ديال الضو غادي ياخذ مني 30 حتى 35 دقيقه، بالنسبه للفران ديال البوطاره غادي ياخذ حتى 40 45 دقيقه. المهم كل وحده كتعرف الفران ديالها، وملي غادي طيب غادي نرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي، ونوريكم يعني التقديم ديالها باش غادي نسقيها ان شاء الله في الاخير. ها هي الكيكه ملي خرجت من الفران كما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو للتزيين. هنا عندي درت واحد الشكلاط يعني دوبتو في حمام مريم، غادي نزيد عليه واحد ياغورت ناتور ولا عندي بيتي سويس. المهم تكون فيه واحد تقريبا 20% ديال المادة الدسمة وماتيار غراس، ميكونش غادي نمشي نكمل ليه سميتو باش يذوب مزيان، غادي نرجع معكم ان شاء الله. ها هو الشكلاط اللي ذوبتو، غادي نخوي على الكيكه.
هذا تندوج على الشوكولاط اللي ما عندوش هذه يقدر يدير غير شي مسطره ولا المسطره كتقضي الغرض يعني غير باش نسويو سطح الشوكولا نهزو واحد البنانة كنقطعها إلى دوائر نهزو الكوك بالنسبه لا سميتو اللي عنده هاد لا كريم فويتي هادي كيستعملها اللي ما عندوش ما كيستعملهاش انا عندي يعني غادي نزين بها راه ما كيتباعو جاهزين هي الكيكه ديالنا كنتمنى الفكره ديالو ما تكون تعجبكم ان شاء الله وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها في الدار بالنسبه للتزيين يمكن تستغناو على التزيين يمكن ديروا غير لا كونفيتور ولا وتجيو ديروها هكا بريموز كوكو او بالكوك المهم الاختيار كيرجع لكم نتوما ولا دهنوها بالشوكولاته بوحدو ولا تخليوها غير هكاك يعني راه فيها كفايه راه فيها ما يكفي في داخل البنان والكوك يعني راه غنيه هادشي كيبقى غير تزيين للتقديم وصافي والى وصفه اخرى كنتمنى لكم ان شاء الله ايام موفقه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى اللقاء